هات الشنط يا جاكوب يا حبيبي. هاي everybody. انت بتعملي ايه هنا يا شيرلي؟ وحشتني، قلت اجي اطمن عليك. نبيل وحشتني موت، بقالي زمان ما شفتكش. هاي سامية، يا ترى فاكراني؟ على فكرة إيزاك قال لي واحنا جايين ان انتوا اتجوزتوا، حطها في عينك يا نبيل وخلي بالك عليها وابقى بطل شقاوة. انت وصلتي روما امتى؟ النهاردة الصبح يا بيبي. وانت ما قلتليش ليه يا إيزاك؟ حاولت يا حبيبي، حاولت، بس شيرلي حبت تعملها لك مفاجأة. اقعد اقعد يا إيزاك. تصور يا نبيل، انا وإيزاك من الصبح ما كناش اي حاجة، عشان كده خلاص هنموت من الجوع. سامية، ممكن تناوليني الملح اللي قدامك؟ لويس جولدمان جت امتى؟ من نص ساعة تقريبا، بس كان معاه واحد معرفوش وأول مرة أشوفه. لويس جولدمان جاية تعمل ايه دي؟ مش يلا بينا احنا يا نبيل؟ يلا يا حبيبي. ايه ده على فين؟ سامية ونبيل قاعدين في اوتيل جنبنا، بيرجعوا لنا الصبح. طبعا عرسان جداد بقى. عن اذنك يا وسلم. يلا يا حبيبي. ما تتأخروش علينا، هنستناكوا بكرة الصبح. تصبحوا على خير يا اولاد. ايه اللي انت عملتيه ده يا شيرلي؟ ايه اللي انا عملته ولا ايه اللي انت عملته؟ ازاي تسمح لهم يبعدوا عن عينينا؟ الكلام ده لازم يتلغي من بكره الصبح. انا عايزه ساميه قدامي 24/7، ويا ريت نبيل يبعد شويه، عايزه استفرد بيها. لويز اوعي تنسي نفسك، ساميه دي بتاعتي انا، والعمليه دي بتاعتي أنا المسؤول عنها، وأنا هتصرف بالطريقة اللي أنا شايفها صح. فهماني؟ طبعا فهمك يا شلوم، فهمك جدا، بس أنا مش جاية هنا بمزاجي، أنا جاية أنفذ مهمة محددة ومستعجلة. أنت ما قلتلوش ولا إيه يا إيزاك؟ بالحق يا شلوم يا حبيبي، ليفي كان كلمني امبارح بالليل وقال لي إن لويس هتيجي عشان تستجوب سامي. تستجوبها؟ تستجوبيها ليه؟ عايز اعرف المعلومات اللي جابتها دي جابتها منين وازاي. انا بنفسي كلمتها وعرفت منها كل المعلومات وتأكدت انها نظيفه، بس هما في اسرائيل عايزين يتاكدوا، عشان كده بعتوني. مين اللي بعتوك؟ الجنرال بنحاس، وده امر مباشر من رئاسه الوزراء. على فكره ماما جولدا بتسلم عليك.